مساء الخير عليكم واهلا بيكم في القاهره 360. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الفل دينا، وكل سنه طيبه تاني برضه. ختمنا العيد قفلناه، احنا خلاص بقينا عاملين زي ايه عاده السايس بتاع العربيه اللي كل ما اشوفك اقول لك رساله. كل سنه يا باشا. كل سنه وكل واحد يعني كل يوم بيعدي علينا بخير، يبقى كل يوم احنا بخير وكل سنه وانتم بخير. خلونا نبتدي النهارده حلقتنا واحنا زي تقريبا العاده، يعني ما بنكسرش العاده دي غير في مرات قليله جدا، انه حلقه يوم الاربعاء بتكون حلقه اجتماعيه خالصه بنناقش فيها مشاكل المجتمع لانه احنا تعبانين من السياسه طول النهار. فحلقتنا النهارده حلقه اجتماعيه بطعم العلم، يعني العلم والاجتماع النهارده بيجتمعوا. لكن خليني كمان في البدايه اقول لكم انه معانا خبر غريب قوي، عايزه ارجع بس قبل الخبر للاصل في الامور، يعني الاصل في الاشياء انك تسأل. اصل الناس لما عرفت الخالق انهم سألوا، واصل انك تعرف حقيقة حاجة او تنجح في حاجة انك تسأل الاسئلة المناسبة. يقال احيانا كده عن انه بعض الناس الناجحين انه كان سر نجاحهم انه كان يتقال انه فلان بطل الاسئلة المناسبة. انه الاسئلة المناسبة على فكرة مش كلام فلسفة وكلام كبير، بس بتبقى من اول ما انه الشخص اول ما يدرك يعني كده هويته هو مين، يسأل الاسئلة دي. انا مين وانا عايز ايه وانا رايح لفين؟ الاسئله البسيطه واللي تبان بديهيه بس في الحقيقه انه ناس ما بتسالهاش لنفسنا، لما بتسالهاش لنفسها. ولانه السؤال هو اصل الوصول لحقائق كتير، كان واحده من سحر الصحافه، ودايما كده انه كل صحفي لسه في سنه اولى صحافه يعرف انه في 5 اسئله مهمين جدا لما تسمع عن اي خبر لازم تجاوب عليهم. احنا النهارده هنقدم لكم يعني اجتهاد يدرس ونموذج لصحفي عمل الواجب اللي عليه زي ما بيقولوا وسأل الأسئلة المناسبة. في الصحافة في 5 أسئلة مشهورين جدا، اللي هم مين وفين وإمتى وإزاي وليه، عشان تغطي خبر معين أو عشان تجيب حقيقة كاملة. ما ينفعش أجتزئ جزء أو أغفل جزء من الأسئلة دي. التحقيق اللي معانا ده الحقيقة سأل كل الأسئلة لكن ملقاش كل الإجابات، وعشان كده احنا مستغربين قوي معاكم. لكن الخبر اللي قصادنا النهاردة انه العثور على أشلاء بشرية على طريق أسيوط، انه مجموعة من المواطنين او ناس معدين على الطريق كده لقوا المنظر اللي حضراتكم شايفينه قدامنا ده. لقوا شويلة او أجولة كتير، عدد اكتر من 14 شوال فيها بقايا بشرية، عظم وجماجم ودم وتراب غطى عليها. فالمنظر الصعب ده احنا بنعتذر عن بشاعته، بس بأي منطق كده بسيط هيخلي اي صحفي مجتهد يقول لا لازم اسأل الأسئلة المناسبة. بالمناسبة احنا عايزين نسجل انه الصحفي الأستاذ احمد الفرغالي مساعد رئيس تحرير الأهرام هو صاحب السبق ده، وهو اللي سافر وراح وسأل بنفسه ال5 أسئلة، مش اكتفى بانه يتداول ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بس. خلونا قبل ما نروح في تفاصيل خبر ناخد أستاذ احمد فرغالي مساعد رئيس تحرير الأهرام ورئيس قسم المحافظات في جريدة الأهرام. اهلا بيك استاذ احمد. استاذ دينا مساء الخير. اهلا بيك. اهلا استاذ احمد. مساء الخير استاذ احمد. اهلا بحضرتك استاذ احمد. ممكن معلش تحكي لنا الحدوته كده من اولها عشان الساده المشاهدين يفهموا يعني الواقعه، جات لك المعلومه ازاي وسافرت ازاي؟ طبعا يعني الله ينور على الشغل المهني الهائل اللي انت عملته، ولكن عايزين نسمع برضو منك القصه مره ثانيه. اولا اسمح لي اشكركم طبعا على اهتمامكم بالموضوع، واشكر كل الزملاء في المواقع وفي حتى في السوشيال ميديا الحقيقه. وده نموذج بيؤكد ان المصريين بينتفضوا لاي حاجه حتى انسانيه، يعني هو الموضوع مش ضد ولا مع حد، لكن هو في الاساس موضوع انساني مهم جدا طبعاً. مؤثر جدا. في البدايه الحقيقه انا جالي تليفون، جالي من حد كده معلومه ان في كذا، وللامانه بعت لي صوره كمان، يعني في حاجه جات لي فيها صوره، فانا برضو ما اهتمتش قلقت. قررت ان انا اروح المكان على طول، يعني رغم انه بعيد موضوع ما يستناش، ولازم تشوفه بعينك ولازم تبص. وعاده الكتابه الصحفيه الوصفيه دايما بتكون انجح طريق لتوصيل المعلومه لما الصحفي يشوف بعينه بالزبط. مش بيسمع او يعتمد على صوره. اما رحت الحقيقه انا خدت عربيتي ركنتها في مكان قبل منه، مع العلم ان المكان بعيد.
هو اربع ساعات من القاهره مظبوط كده؟ على بعد 320 كيلومتر على الطريق الصحراوي الغربي من القاهره من اكتوبر. وعند كمين اسمه كمين القوصيه، القوصيه دي شمال اسيوط، يعني تاني مركز بعد ديروط. تمام. بتمشي 5 كيلومتر في شرق الطريق، في طريق اسمه طريق مير. مير دي منطقة مهمة جدا في الصعيد، هي منطقة تعوم على بحيرات أثرية، وهي قريبة من موقع الدير المحرق اللي هو وصلت إليه العائلة المقدسة في الزمن الماضي. يعني طريق أسفلت يعني مطروق ولا طريق مدق مثلا؟ لا طريق أسفلت. أسفلت يعني الأسفلت بيكون على يمينك الجبل ورمين فيه القمامة والمواد البناء والحاجات دي، كانت الصور على الموقع الحقيقة بتاع الأهرام. يعني لو الحقيقة أنا لما قربت من المكان ممكن من بعيد تحس أنه عادي كومه زبالة، أو لأن في أقوام قبليه كتير من القمامة. الجماجم اللي قدامكم على الشاشة دي استغفر الله العظيم، يعني انا مسكتها بايدي وانا مش مصدق، انا كنت يعني مش متخيل ان في بشر ممكن يعملوا كده. حاولت الحقيقة افتش في الاكياس، طبعا في ريحة حاجات في ما ده سؤالنا، يعني وجود ريحه، سوري ان احنا بنخوض في التفاصيل دي، نعتذر للمشاهدين يعني، بس هو وجود ريحه او دم ده معناها انه دي جثث حديثه؟ بص انا لم اتبين، المفترض كان فورا الطب الشرعي هو اللي يقول لنا الحاجات دي وقتها قد ايه واترمت امتى وجايه منين. ما انا عشان كده انا قلت حضرتك سالت كل الاسئله، بس هل لقيت كل الاجابات؟ خليني بس اتكلم في حاجه مهمه الاول. الحقيقة لما تقصيت وكلمت مع الناس وسألت ناس كتير هناك، تأكدت ان الـ 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 الأجهزة الأمنية دفنت 14 شوال، قيل لي ان هم فيهم ما يعادل 50 جثة تقريبا مهللة، أشلاء وجماجم وعظام لتكوينات ل50 جثة، هي عبارة عن أشلاء وبقايا، ودول الحقيقه تم عمل مقبره في مقابر الصدقه التابعه لمركز مدينه. ثانيه واحده معلش زي ما بقاطع حضرتك، انت وصلت اسيوط كانت الحاجات دي في مكانها كاكوام قمامه صح؟ لحظه انا لسه هكملها لحضرتك عشان نفهم القارئ المستمع سوري المشاهد. الحقيقه دول كانوا مجموعه قبل كده تم دفنها. اللي هم ال 14 شوال او جوال زي ما بنقول. يعني دول غير اللي انت شفتهم يعني؟ دول غيرهم. كانوا على بعد 300 متر من المكان الثاني اللي انا رحت فيه. دول تم دفنهم خلاص، والنيابة عينتهم وقررت دفنهم يوم 24 اللي فات. اوكي. يوم 24 اللي فات. 24 اغسطس. الحقيقة أنا تواصلت مع الناس في مجلس المدينة، وبعضهم أكد لي بس بدون ذكر ما أسمائهم طبعًا التفاصيل وكل حاجة والواقعة فعلًا حقيقية، وتأكدوا إن هي فيها جماجم وعظام وأكفان قديمة وأشياء ما حدش قادر يفهم القصة إيه، لكن واضح إن كان في اتجاه لدفنهم على عجل، إيه السبب؟ الله أعلم. طب يعني لما سالت ترد عليك مثلا ما راحوش طب شرعي، ما عملوش تحقيقات، خدوهم كده على بعض دفنهم؟ المعلومه اللي جات لي ان ما راحوش طب شرعي، ان جت توجيه ان لازم يتم دفنهم اكرام الميت دفنه وحاجات كده. ده جزء من الموضوع. الجزء الثاني هم اتفاجئوا بيه اللي انا وصلت له بقى. لما انا وصلت للمكان ونشرت الاهرام بمجرد صدورها امبارح الدنيا اتقلبت. يعني والنهارده يعني موقع مثلا الاهرام على موقع الاهرام الالكتروني اللي على الفيسبوك الصفحه عامله رقم غير عادي جدا. داخل على ال 200,000 في ساعات، يعني ده رقم كبير جدا. الجزء الثاني اني ما كانوش عارفين هذه السوق الموقع اللي قدامكم. الحقيقه تحركت الدنيا النهارده الصبح، النيابه الاجهزه الامنيه راحت ومجلس المدينه والمحافظ تواصل تقريبا مع المسؤولين المساعدين اللي هو ما كانش عنده فكره، في بعض الجهات ما عندهاش فكره. ايوه انا سؤالي معلش على المكان النهارده. طيب ممكن استاذ احمد بس اقف هنا بس عند نقطه، حضرتك بتقول انه بزيارتك اتغير الموضوع تماما، قبل زيارتك كان في بلاغات من الاهالي للشرطه او كانت بلاغات؟ يعني الناس المواطن البسيط ده ما بيملكش من امره غير يروح يقول لك يا فلان احنا شفنا كذا تصرف، لكن هو ما بيروحش يعمل بلاغ رسمي، هو خايف. في حاله خوف عند الناس بسطاء هناك، يعني مش يعني ما هماش اللي عندهم القدره يروح يتحرك ويشيل ما يقدرش. اوكي. لان هو خايف يلبس الجريمه، هي في جريمه. الجريمه بتتمثل في سواء كانت لها علاقه باخلاء بنبش مقابر
او ليها علاقه باثار او ليها علاقه بزرع اعضاء ايا كان السبب، مش انا اللي ابحث فيه ولا حضرتك، ده اختصاص جهات مختصه هي اللي تقول لنا اللغز ده ايه، الجسامين او الاشلاء دي جت منين، ازاي في ناس قلبها ميت وضميرها منعدم الى هذه الدرجه ان هي قدرت ترمي ده على الطريق بهذه الوحشيه وبهذه القسوه وبهذه الصوره الحقيقه الغير انسانيه والمقززه. ده زي ما بيقولوا في الريف عندنا، لو حيوان مات بيقول لك يعني حاول تواريه التراب، يعني بتدفنه لانه كان في روح. يعني فما بالك استاذ احمد، معلش يعني بص، هو طبعا احنا كلنا مش جهات تحقيق، بس انت احساسك ايه؟ يعني ايه الاحتمال الاقرب لتصورك ايه؟ في ثلاث احتمالات الحقيقة، هم كلهم بيتنافسوا على الموضوع. الاحتمال الأول وأنا ما أقدرش أجزم بيه، من حوالي فترة كام شهر كان النائب العام كشف عن قضية زراعة أعضاء في مصر، كانت كبيرة جدا شبكة، لكن ما تقلناش كانت بتتعمل فين والتفاصيل إيه، فممكن يكونوا رموهم. الناس اللي كانت بتزرع أعضاء دي ممكن في أي مكان رمت، يعني مش قضية. الجزء الثاني أن احتمال في هذه خط قطع تقريبا مع استاذ احمد فرغلي، بس هو يعني وصل بينا لنقطه مهمه جدا، يعني انه هي الاحتمالات المنطقيه اللي احنا حتى كنا بنفكر فيها، انه يا اما زرعت. بس يعني انا اميل ان هي مقبره تم نبشها، لان المنطقه دي مكدسه بالمقابر القديمه وغيرها، والله اعلم طبعا، بس مش عارف ليه عندي احساس، ولا يتمنى يعني، يمكن هو ده الاحساس الاهون ان احنا ممكن نتقبله، مش نتقبله بس يعني أسوأ حاجة أن يكون زراعة أعضاء. وحنتهز الفرصة زراعة الأعضاء دي، نفسي أقول حاجة، قضايا زراعة الأعضاء أو الجريمة الناس فهمها غلط يا جماعة، عشان ما تثيرش الفزع والرعب على الفاضي. حتى الآن لم يثبت في مصر أن ناس اتخطفت واتقطعت واتعملت الورك، اتعمل شاورما، والدراع اتعمل مش عارف إيه، والكبد والكلاوي، مفيش الكلام ده وهم عند السوشيال ميديا. زراعة الأعضاء التي أعلن عنها القضية الشهيرة هي عبارة عن مافيا بتجيب الناس السودانيين الغلابة أو المصريين الغلابة وتقنعهم يتبرعوا بأعضائهم لناس أجانب، يجوا الناس يعملوا العملية ويروحوا وياخدوا عمولتهم. هي دي القضية اللي برضو معالي النائب العام يعني قفل عليها وما أعلنش، فأتمنى أن يتم استضاح ده، لأن في حالة رعب عند الناس من الناس بتتقطف وتتقطع وتتشفى ويرموا الفشة والكلاوي، والكلام ده كله غير صحيح. بس هو برضو في ناس بتتخطف وما بترجعش، والموضوع أنا يعني بكلمك في ملفات الداخلية دي لم يثبت أن فكرة التقطيع والتشفية وزراعة الأعضاء دي ما وهمية. أستاذ أحمد فرغلي معانا مرة تانية. أستاذ أحمد معلش الخط قطع. وانا لازم اكد على حاجه، بس في معلومه كنت بكملها. اتفضل يا فندم. الو معاك. اتفضل مع حضرتك. انا معلش كان لازم اكد على معلومه مهمه ما كملتهاش. احتمال زراعه الاعضاء انا مش بحطه في المقدمه، انا بستبعده طبعا، لان عدد الجسامين كتير، البقايا كتير، الجماجم والعظام عددهم كبير. طب ايه الاحتمال الثاني اللي انا كنت عايز اكمله؟ وارد ان يكون في هناك حد كان بيحفر على اثار. في مناطق هناك بيحفروا في الاثار كتير، ودي جريمه تانية. المنطقه دي بتعوم على، بقول لكم، مدينه اثريه، معبد حتشبسوت في المكان ده. فهناك قد يكون هناك ناس او عصابات متخصصه في البحث عن الاثار، وطلعت هذه الاشلاء وهذه الجماجم ورمتها في اكفان جديده ورمتها على الطريق تتخلص منها، لان هو ما يقدرش يطلع بيها بره المناطق الاثريه. انا اميل اتوقع ان هيكون الموضوع كده احتمال. ده طبعا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث قد يكون اللي هو نبش القبور زي ما حضرتك قلت، وده مش هيفرق كتير عن الاثار. الاحتمال المستبعد خالص قد يكون في ناس حبت تعمل ازمات وجابت الحاجات دي من مكان تاني عشان تعمل لنا قلاقل مجتمعيه في المنطقه دي. المنطقه دي منطقه مهمه جدا على فكره في مصر، ومنطقه بتربط ما بين الطريق اللي مؤدي الى الفرافره، خلي بالك، بين الطريق ده اللي انا كنت عنده وبين الرابط مع الصحراء واللي بيؤدي لطريق الفرافره 10 كيلو. يعني المكان ده قريب من الطريق اللي بيودي على الطريق الغربي المؤدي للفرافره ومن ثم الجهات الاخرى، فوارد حد عايز يعمل لنا اي قلق، اي ازمه، او اي منظر مش مفهوم. طب احمد معلش خلينا نسال سؤال، يعني ومن هنا نسال سؤال خبيث شويه، يعني مين صاحب القرار العجيب اللي هو ادفنوهم بسرعه؟ من المسؤول اللي وقع على القرار ده؟ ما اعرفش الحقيقه، المفترض لا شغل يعني شغل. حاول تعرف ليه، لان دي شان يخص النيابه. لا ده قرار نيابه، يعني احنا طلبنا وزاره الداخليه لاستبيان الامر، ما جالناش رد.
الحقيقة مفيش لسه بيان طلع، مفيش قرار واضح، لكن أتصور أن الداخلية بصدد إعداد تقرير حوالين الموضوع، والأمن كان موجود النهاردة والمعاينات، وأتصور النيابة هتنزل بكرة للمكان لأن في غفر اتحطوا في المكان وفي بحث شغال لفهم أو فك اللغز اللي احنا مش فاهمينه. احنا نتمنى أن حضرتك تكمل في متابعة الملف ده ونتابع مع حضرتك اللي هيوصل إليه أيا كان واحد من الاحتمالات الثلاثة. فاحنا قصاد جرائم، يعني حتى النفش في القبور وحتى البحث عن آثار جرائم كبيرة. أنا حابة أقول لك أن الآثار أو البحث عن آثار دي في الصعيد كتيرة. كارثة. نشكر شكرا جزيلا الأول يعني شكرا جزيلا يا جماعه. للاسف بعض الشيوخ ومعروفين بالاسم افتوا بعدم حرمه، ان ما فيش حرمه للنبش والبحث عن الاثار، ولو لقيت تمثال بتاعك وانتوا عارفين مين اللي قال كده بالظبط، وما فيش داعي يعني نفتح احكي لك قصه بسرعه كده قبل ما نتنقل لحاجه تانية. ست بسيطه كده عندها 4 اولاد، ست شقيانه غلبانه يعني وبتشتغل عليهم، يعني عندها 4 اولاد عاطلين ما بيشتغلوش، فضلت تستلف كتير تستلف كتير. فما سألنا يعني طب بتصرفوا عشان ايه، في مشروع مثلا للاولاد او اي حاجه، فعرفنا انه كان مشروع العيله اللي بيستلفوا عشان وبياخدوا عشانه فلوس هو ان احنا بننبش تحت البيت بتاعنا، لانه فعلا في قرى كامله لينا في الصعيد، فالناس بتستلف وتتداين وتنبش عشان تبيع بلدها. في قرى كامله في الصعيد، قرى معروف ان تحتها بلد، كل واحد عنده بيت بيحفر تحت بيته، ومعاهم فتوى من الشيخ الله يسامحه بقى ان كل ده حلال. اسكندريه بقى، هسيب لك اسكندريه دي منطقتك. النهارده انهار عقار بالاسكندريه بمنطقه محرم بيه، عقار المنهار 4 طوابق كان خالي تماما الا من شخص وشخص شهم تاني حاول انقاذ الشخص، فالاثنين يعني ذهبوا الى يعني الى السماء زي ما نقول او توفاهم الله. هي دي مش اول مره، والقرار او العقار نفسه صادر له قرار ترميم من سنه 91، ترميم ده يعني بعد الازاء يعني كان خلاص ده الحل الوحيد، وفي حوالي 140 ألف قرار إزالة. من الظلم أن نحمل المسؤولية ببساطة للمسؤول الحالي، عشان نبقى واقعيين، أزمة العقارات في الإسكندرية أو أزمة المخالفات محدش عارف يحلها، لأن هي يعني أقوى وأعلى من إمكانيات الموجودة حاليا بالذات إسكندرية. يعني مش عايزين نقول سهل أوي المحافظ، طب مش رئيس الحي، طب مش عارف ايه، القضية اكبر من كده ومحتاجة قانون عاجل لحل هذه المشكلة. وفي رأيي الشخصي هي مش محتاجة قانون قد ما هي محتاجة امتداد عمراني للاسكندرية. اسكندرية مثلها زي غيرها من المحافظات، يعني القاهرة لو ما كانش التجمع و6 اكتوبر كان بقى فيها نفس الوضع. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. طبعا الفيديو ده متصور من عمارة مقابلة للعمارة اللي بتقع، وده برضو كالعادة من ستر ربنا علينا. احنا في اخطاء بنعملها لولا ستر ربنا احنا كنا نبقى في حتة تانية، انه العقار كان فعلا مفهوش سكان وفي شقة واحدة مسكونة، لكن برضو اذا سقط شخص او اتنين او تلاتة احنا العدد القليل مش معناه ان ما حصلتش مأساة، حصلت مأساة وحصلت عطلة مرورية. اللطيف بقى انك لما تعرف تفاصيل خبر العقار اصلا كان صادر له قرار ترميم، وقرار ترميم لم ينفذ، ولما تسأل تعرف انه لا ده العادي انه يصدر قرارات ترميم ولا تنفذ، لان احنا عايزين العقار يقع وعايزين نبني مكانه او ايا كانت الاسباب. فالقصد في الاصل في الامور انه سلطة غائبة، انه مجلس محلي مش موجود، في حلقة دايما مفقودة هي السبب في كل ازمة او مشكلة. طبعا ما يصحش نعمل مقابلة بعيدة جدا جدا ما بين الوضع اللي بيحصل العشوائية اللي بتحصل دي واللي الناس بتجني تمنها، وما بين حاجة زي كارثة بشرية إنسانية بتحصل في بعض البلاد. الإعصار اللي احنا بنتابعه في الولايات المتحدة وشوفوا حجم الاستعدادات والوضوح والترتيب، مش عشان نشوفه ونتحصر أبدا، لكن عشان نشوفه ونتعلم
وعشان نشوف ونفهم انه قيمه حياه شخص وشكل الناس وتطوع الناس واحساس الناس ببعضها. ده كله عايزين نقول انه مش عايزين نشوف عقار يقع بقى ومليان ناس ومآسي ومئات والاف من البشر ممكن. انا هريحك، وهو ده ولا اول عقار وقع ولا اخر ولا هيبقى الاخر يعني مشكلة. عشان بس نبقى متفقين، المشكله اكبر من امكانيات اي مسؤول، مشكله عايزه دوله تتدخل ويبقى في امتداد عمراني، في قوانين صارمه، في بدائل مقنعه. دايما انت المنع بيتواكب معاه دايما مخالفات. انت النهارده مفيش اراضي حاليا جوه الاسكندريه، وفي محافظات كبيره كتير بتعاني نفس المعاناه. محافظه الغربيه ما عندهاش برضو ظهير صحراوي اساسا، محافظه كفر الشيخ متر الارض وصل فيها ل 120,000 جنيه. بس انا معلوماتي ان وزاره الاسكان عامله اسكندريه جديده يا احمد، يعني ده معلوماتي لسه حتى الان والله دينا بنسمع بس برزنتيشن وزاره الاسكان وموقع وزاره الاسكان يعني المهتم بالموضوع يبص عليهم المعروف انه في حاجه جايه. عموما يعني خالص تعزينا للي سقطوا النهارده، والحمد لله كمان مره انه ما فيش عدد كبير او العماره ما كانش فيها سكان. خلونا نفكركم بازمه ما بين الانديه ووزاره الشباب والرياضه. ازمه كانت في الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا كده، كانت مشتعله جدا بسبب عدم فهم القانون الجديد او قانون الرياضه الجديد اللي كان بيتضمن انه في من ضمن بنود هذا القانون الجديد انه لازم كل الانديه تعقد مجالس ادارتها ويحصل فيها انتخابات جديده، يعني حاله من الحراك في الساحه الرياضيه في مصر كانت مطلوبه. طب عشان نخلي الناس دي تعمل مجالس عموميه وتنعقد وتهتم بالفكره عملنا ايه؟ فوزاره الشباب والرياضه عملت ما يسمى باللائحه الاسترشاديه، اللي هو قانون بيسري على كل الانديه اللي ما عملتش لائحه استرشاديه خاصه بيها. وعلي بسرعه كده خلينا اقول لكم انه معظم الانديه عملت لائحه استرشاديه، عملت عفوا لائحه داخليه ليها، والانديه كان فيها نسب الحضور والتصويت عظيمه اللي تابعتوه واللي شفتوه حضراتكم على مدار الاسبوعين اللي فاتوا. الازمه النهارده انه النادي الاهلي بدوره عمل اللائحه الداخليه ليه، لكنه لم يلتزم ببنود القانون اللي بتقول انه التصويت على اللائحه الداخليه يحصل في يوم واحد مش يومين. وعليه ان وزاره الشباب والرياضه او الاستاذ هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه اعلن تطبيق اللائحه الاسترشاديه على نادي الاهلي بعد رفض اعتماد جمعيته العموميه، رفض اعتمادها. انا رايي اصحاب الدوري من الاهلي عشان نعاقبوا على اللي بيعمل بجد، لا حرام عليهم، ولازم الدوري يتسحب من الاهلي 20 مره على الاقل ويدوا لي الزمالك الغلبان عشان نوزن الامور شويه. اصل نادي الاهلي كبير وواضح انه كده يعني هو المشكله هنكبر على القانون بقى ولا ايه؟ المشكله انه كبير قوي عشان نكبر على القانون لا هو في مخالفات حصلت واللجنه الاولمبيه اعلنت عنها ان الانتخابات امتدت ليومين وهي المفروض يوم واحد، ان السنه دي يعني حاجات اجرائيه. اتمنى ان يتم تلافي الامر ببساطه وهدوء، لان اللائحه الاسترشاديه دي هي يعني اخذت سمعه سيئه بلا داعي. يعني انا شخصيا كنت متحفز جدا، والعضو النادي اللي انا فيه ونادينا هيروح والحقونا، لما مسكت قريت الموضوع ابسط من كده بكتير، ولعل وعسى يكون الشحن ده كان مقصود عشان ننزل بس احنا من المصايف او الناس تنزل تروح تحضر الانتخابات. اتمنى ان يتم حل هذه المشكله. عندنا وزيره الهجره عندنا دكتورة نبيلة مكرم أعلنت النهاردة عن 200 مليون دولار حصيلة شهادات بلادي الخاصة بالمغتربين. دي شهادات دولارية، شهادات ادخارية زي الأوعية الادخارية بتنزل في مصر، ولكنها كانت موجهة للمصريين المغتربين. الحصيلة 200 مليون دولار، فوائد الشهادات دي 3.5% و4.5%. أريحكم بس عشان ما نبخسش الناس أشياء. الوزيرة نبيلة مكرم اجتهدت جدا في التسويق للشهادات دي، سواء من وازع وطني او من وازع ربط الابناء المغتربين ببلادهم. ولكن انت راجل يعني بتحب الوزيره نبيله مكرم وبتحب الحكومه هتقول الله ينور عليه، لو انت راجل ضد هتقول دول ضحكوا علينا، ده الفايده بره في اوروبا 0.5% 1%، انت ادتوهم 3.5. ولكن هي فايده بالنسبه لنا مقارنه بال6.5 وال7 وال8 اللي خدنا بيهم سندات دوليه، هي فايده كويسه لينا وكويسه للمغتربين. وفي رايي الشخصي هو موضوع اقتصادي بحت، يعني بالظبط يعني مش هنزيد عليه ونقول ان هو بالظبط يعني هو الموضوع ممكن يكون فيه نزعه وطنيه في نسبه بسيطه، ولكن كله بيدور على مصلحته. ده بقى اللي نسال فيه معالي الوزيره. يعني معالي الوزيره اهلا بيكي، الدكتوره نبيله مكرم اهلا بيكي. اهلا وسهلا، كل سنه وحضراتكم طيبين. دكتوره نبيله ازاي حضرتك؟
الحمد لله. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يسلمك. نعرف انك نشيطه وانك ما بتقفيش ابدا وبتتحركي في كل مكان، فاحنا احتفالا بال 200 مليون دولار حصيله شهاده ميلادي سعداء اننا انك تبقي مشرفانا في مداخله ونسالك على طول. احنا كنا بنتكلم هل تحليل الرقم اللطيف ده او الرقم الكبير ده انه وازع وطني ام انه فكره اقتصاديه تم الترويج لها بنجاح من قبل وزاره الهجره؟ هو الحقيقة شهادة بلادي هي شهادة مخصصة زي ما أستاذ أحمد قال، مخصصة لأبناء الوطن في الخارج. شهادة بلادي اخترت اسم بلادي ليها علشان دي أول كلمة في النشيد الوطني، فهي فعلا شهادة وطنية اجتماعية. سبب صدور هذه الشهادة الدولارية انه اثناء ازمه الدولار اللي تعرضت لها مصر كان الكثير من المصريين عايزين يساعدوا الدوله باي طريقه، وطبعا احنا كدوله بنثمن على دور المصريين في الخارج، فظهرت على الساحه مبادرات ال 100 دولار وال 200 دولار، انما ما كناش عارفين مين اللي بيجمع الفلوس دي، والفلوس دي هتوصل مصر 100 ولا هتوصل 75 ولا هيتم استخدامها في ايه بالظبط. فحمايه لابناء الوطن اللي عايزين يساعدوا الدوله، اشتركت وزارة الهجرة مع محافظ البنك المركزي ومع ثلاث بنوك وطنية علشان نصدر هذه الشهادة اللي بتبدأ ب 100 دولار ومضاعفتها. ثلاث بنوك وطنية زي ما قلت لحضراتكم، بنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، مظبوط. وبيتم شراء هذه الشهادات أونلاين، يعني مش لازم المواطن ينزل في الخارج يدور على فرع هذا البنك، ولكن كل بنك عامل آيكون على الويب سايت بتاعه اللي من خلالها يقدر المواطن يشتري الشهادة. لو حصل أو طبعا شيء وارد أنه ممكن بعض المواطنين ما يبقاش عندهم حسابات أصلا في البنوك، أصلا في هذه البنوك، هو بيقدر البنك بيمنحه أنه هو يفتح حساب أونلاين فقط لشراء هذه الشهادة بدون تكاليف. الشهادة بتبقى ليها سعر فايدة بيصل إلى 5.5، وبيتم تحويل، هي بدءا من 3.5 ل 5.5 تقريبا، مظبوط، وبيتم تحويل سعر الفايدة دوت كل 6 أشهر. طبعا شيء طبيعي في الخارج، في ناس بتخوف المصريين انه لا ما تشتروش الشهادة، لا اوعوا تفتكروا ان هم هيرجعوا لكم الفايدة اللي انتوا او هم اعلنوا بيها. مخاوف كثيرة جدا لدى المصريين في الخارج من هذه الشهادة، عشان كده في الجولات الخارجية اللي كنت بقابل فيها المصريين كنت باخد معايا ممثلي هذه البنوك وبنتكلم مباشرة مع المصريين في الخارج وبنبدد مخاوفهم تجاه ما يقال أو ما يتردد في الخارج عن هذه الشهادة. دكتورة نبيلة، كنا علمنا أن حضرتك يعني بصدد التنسيق بين وزارة الدفاع وبين أبناء المصريين بالخارج في تدريبهم، الموضوع ده وصل لإيه؟ لا احنا خرجنا يمكن 4 دفعات، في طبعا تعاون ما بين وزارة الهجرة ووزارة الدفاع، لانه الدفعة دي كم معلش مع الوزير، يعني دي الدفعة الرابعة. احنا كل دفعة بتتراوح ما بين 50 ل 30 شاب من ابناء الجيل الثاني والثالث. حضرتك عارف انه في افكار متطرفة في الخارج وفي افكار معادية للدولة في الخارج، عشان كده كان لابد من حماية أبنائنا من خاصة من الجيل الثاني والثالث اللي سهل استيعابه واستقطابه لهذه الأفكار. فتواصلت مع معالي وزير الدفاع مشكورا وعملنا دورات تدريبية في أكاديمية ناصر العسكرية بترفع الوعي الأمني لدى هؤلاء الشباب وبتعرفهم تحديات الدولة المصرية وتحديات الأمن القومي. يعني دكتورة نبيلة، يعني هو بيتم دعوة الـ 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 الشاب مثلا من الجيل الثاني لمصر عشان يحضر الدورة التدريبية دي مخصوص؟ لا، اللي بيحصل طبعا انه شباب الجيل الثاني والثالث بينزلوا مصر في يا اما الاجازات الصيفية او اجازات الكريسماس على حسب طبعا اجازاتهم الدراسية في الخارج. لما وزارة الهجرة في اطار تواصلها مع المصريين بتكون معاهم مجموعات، يعني لازم عشان نبدا دورة في أكاديمية الناصر العسكرية لابد أن يكون عندي عدد، لأن في طبعا مدرسين في الأكاديمية وفي دورات، وبعدين بنعمل لهم
الحقيقة زيارات ميدانية لوحدات الصاعقة لبانوراما 6 أكتوبر، لأنه الكثير منهم ما يعرفوش حاجة عن 6 أكتوبر. كل الحاجات دي بيبقى فيه تواصل بيني ما بين المصريين في الخارج، وبعرف بالضبط إمتى بيصلوا، وبنبتدي إعداد البرنامج مش بس السياحي ليهم في مصر ولكن الأمني أيضا. معالي الوزيرة، أنا دايما يعني حضرتك من الناس اللي لما بسمع صوتهم بلاقي فيه طاقة إيجابية وتفاؤل بالحياة، ولكن هل شايفة أن وضع المصريين بالخارج حاليا أفضل؟ يعني في تحسن؟ يعني إيه المشروعات اللي شايفها أن هي فرقت معاهم في الفترة اللي فاتت؟ بالتأكيد طبعا أنه قرار عودة وزارة الهجرة، يعني أنه القيادة السياسية يعني تعي تماما دور المصريين في الخارج وبتثمن على دورهم، ده في حد ذاته ادى للمصري في الخارج فكره جديده عن تعامل الدوله معاه، ان هو مش بعيد عن الوطن فهو ليس جزء من هذا الوطن، بالعكس دايما بنؤكد على الولاء والانتماء للمصريين في الخارج لدولتهم. انما طبعا في تغير ما بين المواطن وما بين دولته، يكفي انه ازمه الثقه اللي كانت موجوده والحقيقه ما زالت موجوده، ولكن الازمه ابتدت يعني تقل شويه. في خدمات بتقدمها الدوله، حضرتك عارف ان احنا وزاره الهجره مع وزاره الاستثمار مثلا والتعاون الدولي فتحنا شباك الواحد للمصريين في الخارج في هيئه الاستثمار. ايضا مع معالي وزير الاسكان عملنا مبنى مستقل للمصريين في الخارج فيما يتعلق بكل احتياجاتهم من وزاره الاسكان. في ايضا هيكون مع وزاره الدفاع شباك واحد علشان التجنيد، وايضا مع الداخليه فيما يتعلق بالجوازات ومصلحه الاحوال المدنيه. فاذا في تحرك. في ايضا الاستفاده من العقول المهاجره، ودي كانت حاجه دايما كلنا كنا بنقول كيف نستفيد منهم. مؤتمر مصر تستطيع واحد ومؤتمر مصر تستطيع بالتالي مربوطة. أنا بكرة مسافرة أستراليا علشان بندسن أول مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان الأسترالي. حضراتكم عارفين أنه كان من ضمن المشاركات في مؤتمر مصر تستطيع بالتالي مربوطة النائبة البرلمانية آن علي، وهي نائبة برلمانية مصرية أسترالية وشاركت في هذا المؤتمر، وتواصلت معها بعد الانتهاء لغاية لما إن شاء الله بكرة بنسافر أستراليا عشان ندشن في البرلمان الأسترالي هذه المجموعة، تسمى مجموعة أصدقاء مصر من الحكومة ومن المعارضة الأسترالية داخل البرلمان الأسترالي. مع الوزيرة احنا يعني بنثمن كمان رؤيتك وبنثمن طريقة تعاملك مع ملف المصريين في الخارج اللي في وقت من الوقت ما كانش بعيد، يعني يعني تاريخ قريب، كان البعض بيعتبرهم دول اللي سابوا مصر واللي باعوا مصر واللي بيتكلموا عن مصر من بعيد، لكن في الحقيقة حضرتك عرفتي تغيري الصورة وتقدميهم كمواطنين شديدي الغيرة على بلدهم وشديدي الانتماء، فاحنا بنحيي حضرتك على ده وبنحيي مساعدتهم ليكي. ميرسي. انا بس عايزة اؤكد على حاجة، انه المصري في الخارج هو مش ما سابش الدولة او ما هوش خاين، بالعكس المصريين في الخارج اضافة للدولة، يعني طبعا. الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية، بالعكس ده هم سفراء لينا في الخارج وهم يوصلوا صوت مصر وهم عاوزين يساعدوا، وكان طول عمرهم عايزين يساعدوا بس كانوا محتاجين القناة الشرعية. فالحمد لله وزارة الهجرة وبالتنسيق مع الوزارات التانية، لانه الحقيقة انا ما اقدرش اشتغل من غير الوزارات الاخرى، فهو تعاون وتنسيق ما بين الوزارات مع وزارة الهجرة لطبعا تلبية احتياجات المواطنين في الخارج. أشكرك معالي الوزيرة، شكرا جزيلا، ونتمنى ان يعني نسمع كل خير عن ابناء مصر في الخارج اللي هم فعلا سفراء، يعني بنتشرف بيهم. يعني الواحد لما بيرجع واحد منهم يقول انا بقيت استاذ في جامعه كذا وانا عالم في كذا، بنفخر جدا ان مصر ما زالت يعني تمنح العالم هذا القدر من العلماء. عايز اعلق سريعا على تقرير هيومن رايتس ووتش النهارده اللي هي منظمه حقوق الانسان. التقرير في يعني هو استفز الخارجيه المصريه، والاول مره يمكن او من المرات القليله للخارجيه وزاره الخارجيه في مصر ردت عليه برد عنيف واتهمته انه تقرير مسيس وانه ليه اجنده معينه، ومع ذلك مش هعمل زي الناس اللي هي لقح كلام بتاع خالتي فرنسا، انت طب شو رحت فيلم اللي بيحصل في بورما، طب اسرائيل وغزه، طب مش عارف جوانتانامو امريكا، لا 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 خالص خالص، يكتبوا اللي هم عايزينه. ولكن التجني واضح في 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 السم اللي في العسل جوه التقرير. يعني في وسط التقرير لما اقول لك الانقلاب العسكري بتاع 30 يونيو، يعني نشرحها لكم ازاي؟ يعني صور مش نافع، فيديو مش نافع، رئيس النهاردة بيقيم علاقات مع كل دول العالم وبيحضر مجلس الأمن كعضو في مجلس الأمن، وما زلتم مصرين على استخدام هذه الصيغة المغرضة.
تاني حاجة ريجيني، إذا كان إيطاليا نفسها بترجع السفير وماشية في تحقيقات مع ريجيني لغاية ما توصل للحقيقة، أنتوا شايفين إن ريجيني برضو ضحية التعذيب والقتل؟ يعني بناء على إيه؟ جبتوا الفكرة دي منين؟ وبعدين هي الشرطة المصرية بالسذاجة يعني مش عارفة تخبي ريجيني ده في أي حتة، تدفنه في أسيوط ولا في أي صحراء؟ يعني عايز أفهم بس، هو التقرير ده إحنا عايزين نوصل منه، أنتوا عايزين منه إيه؟ ليه مصرين دايما تحاولوا ترموا السم جوه مصر، او ان هي مصر اللي فيها في تعذيب، ممكن يكون في تجاوزات عادي في السجون، في ما اقدرش اقول لك ان السجون المصريه يعني عز ونعيم، اكيد فيها تجاوزات، السجون فيها اجزاء تم تحسينها وفي اجزاء في منتهى السوء او اقسام في منتهى السوء. الاقسام المصريه طبعا ما زال التعامل في الاقسام مش على المستوى المأمول، ولكن خليكم مهنيين، خليكم منصفين، ما تحطليش في وسط التقرير تقولي انقلاب عسكري وتحطلي ريجيني خليك عادل عشان اقدر حتى صدقك او غيري يصدقك. طيب، من التقرير بتاع هيومن رايتس ووتش والكلام اللي بيفور الدم الى كلام لطيف جدا بنحبه احنا كمصريين لما نفتكر كلمه العظيم اللي كتب عن مصر من اروع ما كتب عن مصر جمال حمدان لما اتكلم عن عبقريه المكان. المصطلح ده اخترعه جمال حمدان، وجمال حمدان صاحب كتاب الأشهر برضو وصف مصر. اللي يرجع فينا يبص على الكتاب العظيم ده يعرف أنه مصر الحكاية مش بس في هذا الكتاب، مش بس بيحكي تاريخ ولا بيتكلم بس على عبقرية المكان، بس كأنه بيصالح التاريخ على الجغرافيا على سكان الأصليين لهذا الوطن. وانت بتقرأ كتابه وبتفر في كل صفحة منه ترفع راسك كده وتحس أنه مصر اللي وهبت بعبقرية المكان، المكان اللي فيه البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، واللي ربطت بينهم قناة السويس فتحولت مصر إلى دولة ذات ساحل واحد زي ما بيقول جمال حمدان. يعني مصر كده بقت مفتوحة، بقت دولة يعني فيها ساحل كبير جدا. وعشان كده برضو جمال حمدان يقول عشان كده لازم مصر تبقى متسلحة بأسطول بحري قوي. لكن رجوعا للاعتزاز بمصر وعبقرية المكان، في تقرير جميل جدا، هو مش حديث الحقيقة لكنه مهم، وكل فترة نرجع نفكر في القيمة اللي ورا التقرير. تقرير ناشونال جيوغرافيك بيقول ان المصريين فيهم الأصول المصرية القديمة هي الأصول الغالبة عليهم، وانه نسبة كونهم عرب هي 17% فقط من جينات المصريين. يعني أنه مصر أصلها يعني في الأصل كده ناس أفارقة، يعني لما تيجي تتكلم عن أفريقيا إحنا ضاربين بجذورنا في أفريقيا، تيجي تتكلم عن آسيا أو إحنا متصالحين مع آسيا، إحنا 17% مننا من المهاجرين العرب اللي جم إلى مصر. لما تيجي تتكلم عن ثقافة البحر المتوسط وأوروبا، مين أقدر حد وأصلح حد أنه يتكلم؟ مصري هو اللي يتكلم، لأن إحنا دول بحر متوسط زي بعض. عبقرية المكان معناها أنه الناس سكان المكان دول لازم يتأثروا بالعبقرية دي ولازم يعتزوا بها، ولا يستوردوا لنفسهم أي ثقافة تانية ولا أي عبقرية تانية إذا سمت عبقرية، لكن اعتز بأصلك وبجدرك، لأنه إذا ارتبطنا بهذا الأصل ارتبطنا بأفريقيا ارتباط حقيقي، ورفعنا رأسنا وعرفنا نكلم العالم في الغرب وفي الشرق. عارفة دين، أنا بس عايز أعلق على الموضوع ده. دايما أو مرة كتبتها يعني، وناس زعلت حتى ساعتها مش عارف من إيه بالظبط، ولكن نفسي المواطن المصري يفهم إن جدته حتشبسوت ونفرتيتي وكليوباترا، جدته مش بنت بلتعة وبنت فلتقوس وبنت مش عارف مين زعيم قبيلة ايه، لا احنا مش دول خالص. هو احنا قد نكون مسلمين ومسيحيين، ولكن الهوية الاصلية لنا مصرية قديمة نفخر بيها. يعني ايران النهاردة، ايران مسلمة ولكن بتفخر بالفرس، ما في ده لا يتعارض مع الدين اطلاقا. تركيا مسلمة ولكن بتفخر بحضارتها القديمة، ده لا يتعارض مع الدين اطلاقا. الناس اللي فهمونا ان العباية والجلبية والمشاهد او الحاجات الشعائر البدوية دي مش تبعنا، مش اخلاقنا ولا تربيتنا. اللي يجي النهاردة يتكلم عن المرأة المصرية عايز يغطيها ويخفيها ويقتلها ويخلص منها خالص، كل دي ثقافات بدوية. اقروا عن حضارة مصر القديمة، الست كانت بتقود الجيوش، فصعب قوي تعاملني ست مصرية او تطبق اللي كان بينطبق على الست البدوية اللي كانت بتباع في الاسواق بالست المصرية اللي كانت بتحكم الجيوش والبلاد. فأتمنى تصلنا الفكرة دي ونفخر قوي، لأن احنا مقصلين قوي، بس هي لطشت معانا شوية الكام قرن اللي فاتوا ومصيرها تروق وتحل بالظبط كده. طيب،
نرجع مرة تانية معاكم للواقع بعد ما غطسنا كده في جمال التاريخ. خلونا نشوف الواقع اللي وصلنا بيه. من ضمن عظمة أجدادنا المسلمين القدماء هو فكرة أنه الحضارة بمفهومها الأصلي للحضارة. يعني إيه حضارة؟ يعني الإنسان يكون متحضر، يعني أن المصري القديم ده كان إنسان متعلم. طيب لما بتعلم واتثقف ده معناه ان انا انسان متحضر، مش لما يكون معايا فلوس اكتر من اللي جنبي. عشان كده طول الوقت برضو المثقفين الحقيقيين دايما يقولك انه انا اعرف اشاور على معدن الانسان واصله لما يبتدي يفتح بقه ويتكلم. على رأي سقراط تكلم حتى أراك. احنا للأسف احنا هنشارككم بكده بصورة يعني شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بتعكس زاوية من زوايا المجتمع اللي احنا صعبان علينا قوي ان احنا وصلنا لده، وبنعتقد انه ده شكل من اشكال الايه الشياكة. يعني ما دي عقار في جاردن سيتي مكتوب التحذير كده: ممنوع منعا باتا صعود حراس الأمن وأفراد النظافة للأسانسير. ماشي، لحد كده ممكن نقول دي تنظيم يعني عشان الأسانسير بيتبهدل مثلا، لكن لا، هو الشرط مش ان هم يطلعوش في الأسانسير. في حال وجود السادة الملاك بالأسانسير وعلى البواب والسايس تنفيذ ذلك بدقة حتى لا يقع تحت الجزاء والرفض. يعني لما السادة يبقوا موجودين يا أحمد ما حدش يركب العبيد من الناس الوحشين والسبايا يعني. والجواري لازم يستخبوا تحت. ده انت ما يركب جنبك البواب تكلمه وتسأل على أولاده وتطمن عليه وتبقى بني آدم طبيعي، ولما يركب جنبك العامل الأمن حسسه أنك مقدر دوره. أي حاجة، أي حاجة حسسونا أن احنا بني آدمين طبيعيين مش أثرياء حرب. ده هو عارفه يعني احنا نقعد نوعظ الاشتراكية وأن التعليم والصناعي والفني شرف ومش نيجي ساعة الجد بيظهر جوانا الباشا أو إنجي وعلي زمان موجودة بذرة جوانا كده مش قادرين نبطلها. يعني الراجل ده العامل او السايس او ده، ممكن الموضوع ده على فكره يبدو بسيط وساذج او تافه، يقول لك بص الاعلام بيتكلم في ايه. لا، هو دي امراض اجتماعيه لابد ان تعالج، ده اصل شغل الاعلام. عايز اقول يعني انا بشوف لو في حاجه مهمه الاعلام لازم يعملها هو انه ننقي سلوكياتنا اليوميه بالزبط. من حاجات احنا بالظبط. ما انا بقول لك يعني هي دي اللي ناقصانا بجد، ان احنا نقول للناس لا فضل على عربي او عربي على اعجمي الا بالتقوى، ولا فضل لمصري على مصري الا بعمله. في اوروبا يوم الاحد انت لو رحت اي جنينه بتلاقي السباك جنب الجزار جنب النجار جنب الطبيب جنب المهندس، كلهم في البارك قاعدين وسط ولادهم. مفيش الطبقيه الوهميه اللي في خيالنا دي. واخيرا خلينا نقول انه الحياه مقسمانا غصب عننا، يعني هي الدنيا متقسمه والناس طبقات زي ما احنا بنقول غصب عننا، يعني غصب عنهم وعنك، انه انت بتاكل في مكان غير المكان اللي هم بياكلوا فيه، وانت ساكن في مكان غير خالص. يعني فكره انه لا مفيش، يعني ما وصلناش قوي لانه في كل الناس ساكنه، مفيش ده مش موجود في حته في العالم. لكن على الاقل يا سيدي في مكانين الواحد بيحب يشوف عداله حقيقيه، سيبك انت بقى من العدالة الاجتماعية اللي كل الشعوب والمجتمعات بتسعى ليه، في دور العبادة وفي تعاملات الناس مع بعضها في الشوارع وفي الأماكن العامة. ده مكان عام على فكرة، اللي طالع لك والنازل ده مكان عام، فمحتاجين فيه شوية عدالة طبيعية. خلونا نشوف حاجة كده بمناسبة موسم الحج وعودة المصريين الحجاج والحجاج من كل أنحاء العالم. في خبر وسبق وتقرير معمول بمزاج وشياكة واجتهاد وحاجة كده، عايزين نحيي الأول زمايلنا في المصري اليوم أبانوب عماد وأسامة المهدي اللي عملوا مجهود. هم سافروا حوالي 900 كيلو متر في مصر، انتوا متخيلين يعني ايه؟ بس ما راحوش أسوان، راحوا حتة بعد مرسى علم ب 200 كيلو، يعني أسامة منا بيقول لنا كده، جبل حميثرة، وكشفوا من هناك أسرار وخبايا كتيرة جدا في بمناسبة أو بتحصل بالتزامن مع موسم الحج. تقرير راقي عالي المستوى، مجهود مبذول فيه كبير، لكن الأسرار اللي هنشوفها مع بعض في التقرير كمان محل يعني تساؤلات ومناقشة واهتمام. خلونا نشوف التقرير الأول. نحتفل بمولد العارف بالله سيدي علي أبو الحسن الشاذلي، فيه رضا وقبول وهنا وسرور، وعلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم نال بيت الكرامة. راحة نفسيا وفي قبول بالصلاة على حضرة النبي.
يتفسح بيغير عن ان المكان طاهر. لو شايل هموم الدنيا بتفك الراحه النفسيه هنا. ان الجبال اساسا قعدتها ثقيله يعني، دي قعده العباد الجبال دي، مش تعبدين من الله يعني. دعا ربنا سبحانه وتعالى فقال له اللهم اسكنني ارضا لا يعصيك فيها قط، يعني ما حدش عصاك فيها خالص. وفي حاجات لما بنشوفها كمصريين بحكم التمدن الغريب اللي بقينا فيه بنقول ياه هو ده موجود في مصر؟ هي فعلا الموالد دي موجوده في مصر، ولكن اللي ما ظهرش على الشاشه وزميلنا العزيز اسامه المهدي حكاه لنا بصفه شخصيه، الناس دي بتطلع فوق الجبل ده يوم وقفه عرفات وبتمارس بعض الطقوس الشبيهه بالحج تماما، رمي جمرات. يعني هل الدين فيه الكلام ده؟ الله اعلم، يفتي فيها اهل العلم. ممكن نبقى نناقشه في حلقة تانية. ولكن الصوفية موجودة في مصر وفي ناس بتمارس الطقوس دي، وقيل لنا ان العدد هناك يصل لمئتين ألف، مش عارف مدى صحة الرقم، ولكن اكيد مش كل الصوفيين بيعملوا كده. ولكن مشاهد اللي بيدخل إبرة ويدخل سيف والكلام ده كله بالنسبة لي انا شخصيا او بالنسبة يمكن لكثير من السادة المشاهدين مشاهد جديدة، ونتمنى ان احنا يعني نتطور عن كده، لان طبعا العالم اختلف عن كده كتير دلوقتي. هنطلع فاصل، بس عايزين نقول لكم بعد الفاصل عندنا ايه قصه. احنا متعودين حلقه الاربع بتبقى لايت، والنهارده هي لايت بزياده، يعني النهارده هتبقى كلها مرأة في مرأة. النهارده معانا خطبه. ده النهارده هي مش لايت، هي مسكره. يعني حاجه حلوه. حلوه. معانا الخطبه عبير حسن، هي خطبه بس مودرن على السوشيال ميديا، بتوفى قراصين في الحلال. معانا كمان دكتوره هدى زكريا، استاذه علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس القومي لمكافحه الارهاب والتطرف. وعضو المجلس الاعلى للاعلام. وكمان هنفتح المداخلات للجمهور، ويا ريت يبقى مراه بس، عشان بس يعني احنا النهارده وهبنا الفقره دي للمراه والرجاله اللي متغاظين من المراه والمراه اللي متغاظه من الراجل. عايزين يعني النهارده احنا جايين نهدي النفوس ما بين المراه والرجل المصري. انتظرونا بعد الفاصل. تزايد نسب العنوسة في مصر ووصولها إلى نسبة 40% من الفتيات في سن الزواج بحسب الأرقام الرسمية، أصبح الوصول إلى شريك أو شريكة الحياة أمراً بالغ الصعوبة في ظل الضغوط الاقتصادية الصعبة التي تضطر الكثير من الشباب للسفر خارج مصر للعمل أو للبحث عن عمل آخر كي يتمكن من الزواج. صعوبة البحث عن شريك العمر أدى إلى ظهور الخطبة مرة أخرى في عصر الانترنت والسوشيال ميديا، التي أصبح التعارف والتواصل بين البشر بسببها أمرا بالغ سهولة. التعارف والزواج عن طريق الانترنت كان فكرة لجأ إليها بعض الشباب للبحث عن نصفهم الآخر عن طريق جروبات وصفحات متخصصة على فيسبوك، وانتشرت مؤخرا بشكل كبير لمساعدة الشباب في الحصول على فرصة مناسبة للزواج. فبين قناعة المصريين بالمثل الشعبي امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة، وقناعة آخرين بالمثل المناقض يا بخت من وفى قرصين في الحلال، يظل السؤال: ما هو السر وراء لجوء الشباب والفتيات إلى الخطبة في زمن الإنترنت والتعارف السهل على مواقع التواصل الاجتماعي؟ الخطبة لسه موجودة، تصدقوا؟ يعني انا شخصيا ما كنتش اتخيل انه ده لسه حقيقي وموجود، لكن لما سالنا وعرفنا انه لا ده موجود وتطور. احنا اللي نقدر نشوفه في الواقع انه في ناس
جمال جدا، عندهم كل مؤهلات الزواج وانه يكون اسره او انها تكون اسره، لكن بيتاخروا قوي في الزواج. وفي الاغلب اللي بيتاخروا في الزواج بيكونوا من افضل الناس واكثرهم علما، يعني في تركيبه غريبه حاصله كده في المجتمع في التاخر في الجواز، مش اصلها ومش سببها الوحيد هو السبب الاقتصادي. عشان كده نحط كل الاسئله دي النهارده. الزواج في بلدنا، تطور شكل الارتباط اذا ما كانش يعني بزواج الصالونات راح لفين، بقى جواز سوشيال ميديا ولا لا؟ نحط كل الاسئله دي في فقرتنا اللي جايه واللي مشرفنا فيها دكتوره هدى زكريا، استاذ علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس القومي لمكافحه الارهاب والتطرف. دكتور هدى اهلا بيكي. اهلا وسهلا. ومشرفانا الاستاذه عبير حسن اللي مسميه نفسها الخطبه على السوشيال ميديا. استاذ عبير منوره. اهلا وسهلا. دكتوره هدى، هبدا سؤالي بالسؤال اللي بيؤرق المصريين كلهم. اسباب العنوسه او تاخر الزواج في مصر لو قسمناها، لو هي 100% تدي كام اسباب اقتصاديه وكام اجتماعيه وكام دينيه؟ يعني المشكله اساسها فين؟ اجتماعيه ثقافيه مش اقتصاديه في المقام الاول. لا 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 خالص، هي بترمي الاقتصاديه دي عشان تداري الجانب الاجتماعي، لانه الفقراء يتزوجون اسرع والاغنياء. اذا الطبقه الوسطى هي الحائره ما بين المسالتين. يعني احنا بنشوف الفقراء الزواج بينهم سهل، ما اسهل، والاغنياء. الطبقه الوسطى مشكلتها كمان حاجه تانية، وانا كمان عايزه اضيف حاجه، لانه دايما تتقال نسبه العنوسه والعنوسه سمه تتقال على النساء. الحقيقه معلش ما يزعلوش الرجاله، العنوسه رجاليه في مصر قدام كل بنت ما اتجوزتش، اتنين شبان ما اتجوزوش مناسبين ليها. لكن هل يتحدث في المجتمع عن عنوسه الرجال؟ يقولوا عزوبيه. لكن العنوسه سمه تجرح، مش كده؟ طبعا. عشان هي البضاعه التي لم تجد من يشتريها، اشياء كده في الخفاء، لانه يعني الوصف ده اصلا هو الوصف المهين بالمعنى ده. الحقيقه ما حدش بيتكلم في الموضوع عشان يدي برضو فرصه للحاج متولي يتجوز اكتر من امراه ويستمتع، لان هو قادر الى اخره. فلكن احنا بنقول الزواج تاخر عند الجنسين، المفروض نقول كده. وتاخر لاسباب انه احنا كان المجتمع متكافل والطبقة الوسطى مسيطرة عليه فكريا وثقافيا وإنسانيا ودينيا، والطبقة الوسطى عزلت من يجي 40 سنة خطفت رجلها إلى الخلجنة علشان تلحق يعني قبل ما تنزل للطبقة الأقل، قبل ما تقع، لأنه هددت من أول الانفتاح السداح مداح، فجريت تصون وضعها الطبقي. ودايما الطبقة الوسطى قلقة في كل المجتمعات، لأنها لا هي تحت ولا فوق. تحت ايش ياخد الريح من البلاط؟ ما احنا هنتفقر اكتر من كده، فوق مطمن. فاذا الطبقه الوسطى راحت جريت وخبطت في ثقافات بدويه لها طابع خاص، ورجعت البنات تقول انها عايزه ذهب كتير مثلا. بينما لو حللتي اغاني الزواج في مصر من محمد قنديل لمحمد فوزي ودبلة الخطوبه وحاجات بسيطه قوي وعش العصفوره يقضينا كل ده، هتلاقي انه مصر كانت تتكافل عشان تجوز بنت ولد. يعني برضه انا عايز ابسط الموضوع للساده المشاهدين، هل حضرتك معنى كده بتقولي ان نسبه تاخر الزواج في الطبقه المتوسطه هي الاعلى؟ ده صحيح، هي الاعلى، لانه كمان الطموحات بقت اعلى. وكمان في حاجه مزعجه شويه، انه الخلفيه الثقافيه والاجتماعيه للبنت والولد، ودي اللي احنا بنسميها في علم الاجتماع يعني العائلي نظريه قوه الزواج، انه الخلفيه اختلفت. يعني ما يتدور البنت ورا ظهرها كده والولد ما نلاقيش في حاجات مشتركه قوي. بينما كمان كنا احنا ابسط، يعني لاحظنا دوافع الزواج عندنا كلنا من اول ما نبقى اطفال، المجتمع ليه بيخلق دوافع الزواج عندنا؟ علشان يعيد انتاج نفسه. امال هيكمل ازاي؟ يعني الكلام بتاع هنفرح بيكي امتى، هنفرح بيكي امتى، ده هو ده اللي مودي الدنيا في ده. لكنه بقى لا، مش مودينا في ده، بقت دوافع الابقاء على الزواج هي اللي ضعيفه. يعني خلاص كلنا نتجوز، رحنا الاوتيل وعملنا الفرح والبنات انبسطت والولاد شكرا لله، الطلاق نسبته تزيد بس على فكره هي زادت في الكون عشان ما نتصدمش قوي. انا كنت في امريكا استاذ زائر، لقيت دراسه كبيره اسمها لماذا كل هذا الطلاق، وكان الطلاق يمثل يعني مرحله من مراحل الزواج العاديه، يقولوا اصلهم حبوا بعض وبعدين قعدوا شويه سوا وبعدين اتجوزوا وخلفوا وبعدين الطلاق 10 سنين 20، لكن في الاخر يحدث الطلاق وكأنه قدر. فبدأ المجتمعات تقلق شوية، ولو أنهم منظمين العلاقة. بالنسبة لنا إن إحنا مجتمعات حميمية
الطابع نتخض طبعا، في فزع جمعي وفي قلق جمعي على لأن فكرة هو برضو بيخلق برضو صورة صعبة جدا للحياة ما بعد الطلاق، وخصوصا ان بيبقى في أطفال. مين قال ان احنا عايزين يعني ان الأسرة بس تتكون فيه أطفال بشكل شرعي وبعدين يعني مهم. احنا نرجع للنقطة دي يا دكتور، بس خلينا نروح للأستاذة عبير. تفضل. ليه عملتي الفكرة وابتديتيها ازاي؟ يعني بصي كل المشاريع يعني نجحت يقولك كده، انا ابتديت عملت حاجة لواحدة صاحبتي عجبتها فكبرت. مبدئيا انت مشروعك خيري، ما بتتقديش عليه اجر. لا الحمد لله خيري، بدون اجر. ابتدى برضو كده مع القرايب والحبايب والاصحاب؟ طبعا. طب انت كده طمنتيني، يعني انا مستقبلي انا ممكن اشتغل خط. ابتديت في السكة. ايوه انت معايا من السنة دي. لا هو ابتدى خيري. ايوه يعني ابتدى ما بين القرايب والاهل والجيران، وبدات باخوات جوزي كان عليهم الدور في الجواز فبدأت بيهم. وبعدين اتعرفت على الجيران ومن خلالهم اتعرفت، دائرة الأصدقاء وسعت والولاد راحوا المدارس فتعرفت على أولياء الأمور وبدأت أعمل علاقات اجتماعية كويسة مع ناس كتير. وبدأت أوفق من غير حتى ما هم يطلبوا مني. يعني أنا كنت بمجرد ما أشوف البنت حلوة وكويسة وفي سن الجوازة أقول لها ما تخافيش أنت عريسك عندي. رغم أن هي ما فاتحتنيش في حاجة، ولا هي ولا مامتها يعني. وكان في بنت برضو خطوبتها متفركشة وكانت زعلانة، قلت لها ما تزعليش أنا هجيب لك أحسن منه، والسنة دي إن شاء الله تتجوزي وتبقي في بيتك فرحانة ومتهنية. وقد كان يعني الحمد لله. فمن هنا بدأت دايرة المعارف توسع، وبدأت أجوز عدد أكبر لغاية ما ظهرت بقى بعد كده في السوشيال ميديا، لقيت الإقبال عليا كبير قوي. مجموعة كبيرة من الناس بتتصل وبتتكلم وكده، وأنا في نفس الوقت محتاجة أن أنا أتعرف بناس أكتر علشان دايرة المعارف توسع، علشان حتة التكافؤ الاجتماعي والتكافؤ في التعليم. يعني بتدرسي انت الامور دي؟ وبدرس الامور. فانا كنت محتاجة اشخاص اكتر علشان اقدر اوسع دايرة معارف. زادت بقى. الظهر لعب يعني. ايوه. وبعد كده عملت الصفحة بتاعت الفيسبوك، حتى سميتها باسمي، ما حبيتش ان انا يعني اخلي لها اسم تاني، يعني سميتها عبير الخطبة على اساس انها. طب عبير معلش، انا قبل ما اتشرف بيكي في الحلقة توقعت الخطبة دي معرفش ليه مرتبطة معانا جمالات زايد، الخطبه بتاع الزمان دي التقليديه يعني اللي هي ايه؟ الحلقة كبيرة ومعاها اجنده فيها صور والكلام ده كله. طب اشرحي لي الخطبه دلوقتي او يعني دورك دلوقتي، هل فعلا بتتحققي من كل واحد قبل ما تعرضيه على الثاني؟ بتعملي تحريات بجد؟ لا هو بص مساله التحريات، انا بيهمني في المقام الاول ان انا اعرف وادرس طلبات العريس كويس، واشوفه على قد ما اقدر اتحرى عنه، لان انا مش عرساني مش موجودين في المنطقه بتاعتي وبس. يعني زمان الخطبه كانت في محيط المنطقه السكنيه اللي هي فيها، ما بتقدرش تسافر مكان تاني. انما انا دلوقتي واحد بيراسلني من امريكا مثلا، هعرف بياناته ازاي؟ غير ان هو يعني بعيد عني، برضو العروسه ممكن تكون معاه في نفس البلد هو مش قادر يوصل لها، فانا بوفقهم الاثنين في نفس البلد. يعني اكتر مشكله وقعتي فيها ايه وانت بتوفقي راسك في الحلال؟ المشكلة يمكن تكون في تحديد الميعاد الأولاني. لا وقع يعني حصل وقع مثلا لقيتي العريس ده نصاب أو كذاب أو العروسة يعني حصل وقع خليتك إيه تخشي في مشكلة؟ لا ما فيش مشاكل حصلت بالمعنى المشكلة، يعني لأن بتبقى المقابلة الأولى، بعد كده لو ارتاحوا بنعمل مقابلة. بتحضريها المقابلة دي؟ بحضرها على قد ما بقدر لو كانت في المحافظة بتاعتي وقريبة من مكان سكني. إنما لو كانت في مكان تاني أو في بلد تانية ما ببقى معاهم على التليفونات بتابع الخطوات إيه بالظبط. طيب إحنا بس هستأذنك هنشير إن إحنا نفتح مداخلات عشان لو حد عايز عرايس أو عرسان، وطبعا العمولة ويا ريت يا جماعة تبعتوا الصور عايزين نتسلى. وعلى فكرة أنا بقنع مدام عبير تفتح قسم للرجالة المتجوزين الحاج متولي عشان يعني يبقى متفتح أقسام بدي. لا لا ما ينفعش. طيب ناخد نعمة من الأقصر نشوف. نعمة مساء الفل يا نعمة. قفلت السكة طارت. معلش. طيب استاذة دكتورة هدى، رأيك في الفكرة دي انها اجتماعيا مقبولة؟ انا ما اعرفش الشخص وشخص ما يعرفنيش وما اعرفش حتى استاذ عبير، لكن الشكل ده من اشكال التوافق ممكن يحصل وينجح؟ طبعا. ليه بقى؟ ان انت عندك الخطبة التقليدية القديمة اللي بيقول عليها الاستاذ اللي هي فكرة الصورة زينات بقى. صدقي الحقيقة الخطبة القديمة كانت بتجمع عائلات ما عندهاش فرصة للاختلاط. فبعد كده حصلت ثورة كده في الستينات من البنات والولاد، بابا ما يتجوزنيش، ماما ما تجوزنيش،
انا هقابل حبيبتي في الجامعه. فظهرت كده حاله من جواز الجامعه. جواز الجامعه والحرص على معنى الحب الى اخره يعني. والسينما ساهمت في ده كمان يعني، سنمقت الحب وسنمقت الزواج. وبعدين حصل حاله من التفكك الاجتماعي نتيجه لا احد يعرف الاخر يعني. ناس جايين جيراننا مثلا من الخليج قعدوا 20 سنه، فماذا لديهم من علاقات؟ الناس بتيجي تتعرف على بنت خالته اول مره يشوفها مثلا من 10 سنين، ودي كبرت يعني. بنشوف في مجتمعنا دلوقتي ظاهره العوده لمجتمع ما فيش بينه وبين بعض سائل التجانس. اهل الحته واهل الشارع والحاجات القديمه. وعارفه كلمه سائل التجانس زي الشوربه كده اللي كانت بتنعم كل المكونات. الحقيقه الاستاذه بتعمل سائل التجانس على نحو حديث. حضرتك استاذه علم اجتماع، هو في يعني كتالوج للجواز؟ يعني مثلا احنا عندنا جواز الصالونات، جواز الحب، جواز الخطبه، هل في نسب نجاح متتوفر مثلا اكتر لجواز الخطبه ده ولا لجواز الحب او ولا فعلا زي ما بنقولها بالبلدي بطيخه مقفوله وكل واحد وحظه؟ لا، هو في طبعا يعني في علم الاجتماع العائلي نظريه قوه الزواج بتقول كلما كانت الخلفيه الاجتماعيه والثقافيه والاخلاقيه والمزاجيه للطرفين متشابهة كل ما كانت فرص النجاح أكبر. يعني ممكن الحب المشتعل بين شخصين متناقضين ينكشف التناقض بعد الزواج، وخصوصا أن السينما طبعا قدمت صورة الزواج. يعني ليلى مراد بتقول نعيما يا حبيبي لجوزها وحسين صدقي وهو بيحلق. يعني إحنا نتصور أن الزواج ده هو قصة حب دائمة. ما حدش نقل للشباب ان الزواج مسؤوليات واحتمال طرف وبرضه تقول له نعيما يا حبيبي يا دكتوره هدى. ما انا مش ضد ده، بس لاننا ما وريناش غير الصوره الفاتنه، فالناس اتصدمت لما شافت المسؤوليات بتلقى على عاتقها، وان في كوكبين، تصوري كوكبين بيصطدموا بعض عشان يكونوا كوكب واحد، في اجزاء بتتطاير ده حتى على مستوى الفلك. طيب الاجزاء اللي بتتطاير لازم نتنازل، تضحيات من الجانبين يعني. صحيح. طب انا عايز اروح استاذ عبير واسالك سؤال محيرني يعني انا متهيالي انه مثلا امي لما حبت تتجوز، لما كان عندها شروط يعني في الارتباط، كانت غيري خالص طبعا، ومتهيالي ان بنتي مثلا هتبقى غيري انا كمان. صح. فانا عايز اسالك على الطلبات، يعني العروسه بتطلب طلبات زي بتاعه زمان والعريس كمان؟ يعني لما بتقول لك انا عايزه واحد يشتغل شغلانه الفلانيه، الحاجات دي اتغيرت، اتحسنت، بقت اوحش؟ قولي لنا. اتغيرت طبعا. زمان من 18 سنة مثلا لما بدأت في الموضوع دوت، كانت العروسة ممكن ترضى انها تتجوز مع حماتها، كانت تقدر تدخل بغسالة عادية. انما دلوقتي العروسة لازم يكون عندها تكييف في البيت ولازم يكون البيت كله فول اوبشن يعني. وكمان شروطهم في مع ان الحياة دلوقتي اصعب، بس الطلبات اكتر يعني. الطلبات اكتر لان مستلزمات الحياة كده، علشان هي طالعة من بيت باباها عندها كده، فهي عايزه تروح بيت جوزها تلاقي نفس اللي موجود في بيت باباها بالظبط. طيب ناخد نوره من اسيوط. استاذه نوره مساء الفل. مساء الخير يا فندم. اهلا بيكي. اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. انا بس حابه اشجع استاذه عبير على الفكره بتاعت حضرتك. عندكم خطبه في اسيوط؟ هو عندنا دكاتره فعلا في اسيوط، لكن الواحد مش بيحب يروح، مش بيروح هناك علشان مش بيبقى واثق في الاماكن دي. مش بيبقى واثق يعني؟ انت محتاجه انك تبقي عارفه الشخص اللي انت بتروحي تسيبي بياناتك عنده، او يعني العروسه او العريس بيبقوا عايزين يطمنوا للشخص، مش كده؟ فعلا. طيب ما هو استاذ عبير ناجحه جدا في اللي بتعمله، وبعض الناس، معظم الناس اللي بيجوا لها ما يعرفوهاش برضه. بس يعني هي شكلها اهل ثقه وكل حاجه. انا هقول لحضرتك حاجه دلوقتي. البنت اللي بتلجا لخطبه في بلدها او في محافظتها، او حتى حد من قرايبها، مرات عمها او مرات خالها، لو جت قدمت لها عريس وهي ما وافقتش بيه تزعل منها وما تجيبلهاش حد تاني، وتقول لها انت اللي كاني وماني وماني، عشان يعني عشان فيها احراج. وبتوصل لحد انها ممكن تغلط فيها، او يعني تلومها على انها رفضت دوت، انت بترفضي على ايه، انت مش عارفه يعني ايه. المفروض ان دورها بس تقترح، مش انها تطلع. لا، في بعض الناس بتزعل، فالناس بيفضلوا الواحده اللي بعيد خالص عن حياتهم وان هي تجيب لهم حد المناسب ليهم، ويبقى هو بعيد عن الصوره. ولو ما وافقتش في نفس الوقت احنا بنجيب لها، بنعرض عليها تاني وبنعرض عليها تاني، لان انا ما بزعلش من ان حد يرفض لي حد او يقول لا، لان انا مقتنعه ان كل شيء اسمه ونصيب. طيب هناخد مجموعه من الاتصالات بسرعه كده ونرجع لاستاذه عبير ودكتوره هدى. استاذه سوسن من الشرقيه. سوسن اهلا بيك. ايوه
السلام عليكم. اهلا بيكي. اتفضلي يا استاذه سوسو. حضرتك انا اضمن منين جواز السوشيال ميديا دوت ان هو يبقى كويس والانسان اللي انا هاخده كويس؟ تمام، ده سؤالك. طيب اشكرك يا استاذه سوسن، نخلي الاجابات ناخد مجموعه تليفونات. معانا مين تاني؟ نورهان من الجيزه. الو، اهلا يا نورهان، اهلا بيكي. اهلا وسهلا، اتفضلي. ايه رايك في الجواز عن طريق الخطبه بالسوشيال ميديا؟ انا شايفه ان هو ممكن يكون السبب اصلا في ارتفاع نسبه الطلاق. يعني مش عاجباكي الفكره يا نورهان؟ يعني طبعا، يعني انا في جامعه اصلا وبشوف الناس وبشوف الناس بتتعامل ازاي. ما فيش واحد ابدا هيروح يرتبط بواحده عن طريق السوشيال ميديا ويبقى عايز يكمل. يعني طيب، يعني انت عايزه تتجوزي عن حب؟ هو مش شرط عن حب، بس ايه اللي يطمن البنت اصلا ان الولد صادق في كلامه؟ تمام. او ايه اللي يطمن الولد ان البنت يعني جد؟ شكرا يا نورهان. يعني نفس سؤال استاذه سوسن. عبير، انت بتخلي الناس تعمل تحرياتها بقى ولا بعد المقابله الاولى؟ يعني بعد المقابله الاولى. احنا بنعمل المقابله الاولى الاول بناء على البيانات اللي عندي عن العريس وعن العروسه، حتى لو كانوا في بلد تانية بيتقابلوا مع بعض. والله لو ارتاحوا بنقول كل حاجه بصراحه وبالتفاصيل اكتر. وطبعا انت عارف الانسان الصادق، يعني الكلمه اللي طالعه من القلب هتوصل للقلب على طول. والانسان الصادق مش هيخبي اي معلومه عن خطيبته لو طلبت. ما احنا مشكلتنا مش في الصادق، احنا مشكلتنا في اللي بيغش واللي بيخدع واللي ممكن. بقى صدقيني يعني اللي بيغش مش هيلجأ للخطبه، لان عنده طرق الغش بره مفتوحه كتير قوي، او ان هو يعمل حاجه غلط دي بقت سهله بالنسبه له، فمش هيلجأ لواحده ممكن تشك فيه او حتى تشكك ناس فيه او كده. اللي بيغش ده بيبقى مش عايز مشاكل. يعني دورك ممكن يبقى دور رقابي اكتر، مش دور ان هو بالعكس ان هو يخفي حقائق يعني. لا، هو يعني هيخاف ان هو يقول لي معلومه غلط مش كويسه، ما هو هينكشف عند العروس. ينفع دكتور الكلام ده؟ ينفع. انت بقيت في مجتمع كمبيوتري مش كده؟ فكل الاشياء مميكنه. يعني انا ممكن ادوس بس كده على كليك يطلع لي تاريخه الزواجي. فاذا المساله حتى مش محتاجه للجهود القديمه، ان هو مثلا يكون متجوز في مدينه ويعزل ويروح مدينه تانية ويبدا من الصفر. دي مسائل كانت ممكن تحصل زمان. معانا استاذ اشرف من المحله وعايز عروسه. اشرف باشا، مساء الفل. بس كنت انا بحاول اتواصل مع الدكتوره عبير من زمان، بس مش عارف اتواصل معاها عن طريق النت. هديها جت لغايه عندنا هي يا عم، ولا يهمك. طب يا فندم، هو انا الحمد لله لو حصل نصيب مع واحده يعني مش عايز منهم اي حاجه خالص. يعني انا متكفل بالامر، يعني الطقوس اللي ماشيه دلوقتي ان العريس بيبقى عليه الحاجات والعروس عليها المطبخ، فانا متكفل بكل شيء. لا، ده انت عريس لقطه بقى. طب يا استاذ اشرف، انت عندك كام سنه؟ يعني قولي 50 كده بس، اللي يشوفني ما يدنيش 20 سنه. قولي 50 بس ما تقطعيش. بس عايز واحده ما تكونش سابقه لها جواز قبل كده. طب ما هي الشروط دي برضه يا استاذ اشرف اللي بتبقى صعبه شويه. يعني انت ليه يعني حصرت الموضوع كده؟ هو كل واحد بيبقى يعني له تحفظات كده حضرتك، فانا مش عايز منهم اي حاجه خالص، يعني انا متكفل بكل شيء. والشروط ما بنقدرش نغيرها يا استاذ احمد خالص. لا، يعني الاستاذ اللي طالب انسه دوت مش ممكن هيتنازل عن انه يتجوز انسه. مش عايز واحده سابقه ليها جواز. 40 45 35 موجودين كده كتير يعني. وموجودين موجودين. لا، عروستك عندي ما تقلقش. طيب وعندي انا يا استاذ اشرف، لو مدام عبير ما نفذتش كلمني هسيب لك رقم اظبط لك عروسه زي الفل. ودكتوره هدى كمان بتقول لك عندها حضرتك بس تديني رقم الدكتوره عبير الموبايل بتاع، لان انا بقالي سنه مش عارف اتواصل معاها. انا سيب الحضرتك في كنترول تتواصل معاها. وانا اسفه لو كنت راسلتني على الصفحه وانا ما ردتش عليك بصراحه بسبب ضغط الطلبات، انما ان شاء الله هتواصل مع حضرتك. حاضر. طيب، عشان في تفاصيل كده عايز اتكلم. ما التفاصيل بقى قولها للاستاذ عبير لوحده. استاذ عوض من القاهره. استاذ عوض، اهلا بيك. يا استاذ دينا، ازيك؟ اهلا بيك. عايز عروسه ولا ايه رايك في موضوع الخطبه ده؟ مش عايز عروسه، انا عايز اقول كام حاجه مهمين جدا. اتفضل. لو الناس اتجوزت على الامانه وعلى الصراحه هيعيشوا في سلام. طبعا. لكن المشكله كله بيتجوز على الكذب. هو الكذب اكبر جريمه في الحياه. مش الجواز بس يا استاذ عوض، هو الامانه والصراحه دي تحل كل مشاكلنا، مش فقط الجواز. صحيح. يعني بالظبط كده. احنا محتاجين الحب يكون فيه وضوح، لكن النهارده ما عادش فيه وضوح. يعني قد يكون ما معكش حاجه وتقعد تقول انا عندي ومش عندي، وبعد الجواز تلاقي الدنيا بايظه خالص. فالمشكله الصراحه هي مهمه جدا، ولازم يكون في ثقه. اذا كان الانسان امين في حياته هيبقى امين في حياته مع مراته. ولو هو فكر في مراته، هما الاثنين واحد مش اثنين.
لكن طالما فكر ان هو واحد هي واحده هي حاجه هو حاجه الموضوع منتهي من اول يوم. شكرا يا استاذ عوض، عندك حق. صح. يعني احنا احيانا بنسمع كده خبرات. استاذ اشرف من المنصوره برضو ادينا عشان نبقى منصفين للرجاله. استاذ اشرف مساء الفل. استاذ اشرف الو. اتفضل يا استاذ اشرف. لو سمحت ممكن اقول رايي بس؟ اتفضل يا فندم. هو انا بقول لحضرتك، طب دلوقتي هو لو في بنت كويسه وجالها عريس كويس، كل البنات اللي دخلت في المداخله اتكلموا على مثلا عريس هو مش كويس. طب لو البنت نفسها طلعت مش كويسه. صح. بس هو لعلمك يا استاذ اشرف، هو المخاطره موجوده حتى لو انت بتحب واحده ومختارها وساكنه جنبك، ممكن برضه مع المعامله تطلع مش كويسه، هي بطيخه مقفوله. يعني الاهالينا لما قالوا المثل ده ما اعتقدش ان هم كانوا مخطئين. يعني لا، بطيخه مقفوله احنا مثلا ممكن لو في قرايب او في مثلا جيران او كده بنسال بنعرف، انما احنا ما نعرفش. وحتى لو اهلها ممكن. انا عايزه اخلي يا استاذ اشرف سؤالك مهم، انا عايزه اخلي دكتوره هدى تجاوب لنا على السؤال ده، لانه هو الحقيقه انه هي مش مقفوله قوي. يعني هو في شويه حاجات صحيح. بتبقى قايله لنا ايه اللي هيحصل بعدين، مش كده يا دكتور؟ صحيح. وحتى في دراسه انا عملتها عن التكلفه الاجتماعيه للطلاق، قيل ان الطلاق يبدا قبل اللقاء الاول. شوفي قد ايه بقى، لان احنا جايبين اتنين وهم في اللحظه دي بيقربوا من بعض ممكن بشكل مفتعل، لكن الارضيه اللي واقفين عليها تخليهم في لحظه من اللحظات يدور كل واحد وشه. لكن في حاجه اسمها الفيس تو فيس، اللي هي علاقات الوجه لوجه، اللي هي بين العائلات. عارفين اصلها عناديه، اصل هو ما يحبش حد. يعني نبقى عارفين ولادنا دول طالعين بتكوينه فيها درجه ما من التوافق مثلا. وانا دربت على فكره في فتره كده، دربت مقبلين على الزواج، يعني مخطوبين بس او ما خطبوش، بس كنت اما اكلم المقبلين على الزواج ابدا اقول له ما الذي تتصوره في الزواج؟ ايه اللي طالبه منها وايه اللي انت طالباه منه؟ طب انا هروح ادفع مشكله دلوقتي عشان اكشف لهم ازاي يتعاملوا معاها. وده كان بيستمر اسبوع وبيطلعوا منه. على فكره ده حصل في امريكا، لان من كتر المشكلات بقى في مكاتب الاستشارات الزوجيه، ويجيبوا البنات قبل ما تتجوز يحدفوا عليها مثلا ميه ساعه الساعه 2 بالليل ويقولوا لها ابنك صحاكي من النوم، عشان في بنات شافوا الجواز علاقه حب دائمه وما شافوش انها امومه وعذاب وتقوم تصرخ وحاجات كده. فالتدريب مهم قوي علشان المجتمع يعني يبقى مدخل. ده انا بدرب الجندي علشان يحارب الزواج. خلينا نبقى يعني بص ما نتكسفش من الحقيقه، احنا طبعاً عندنا مشكله في مصر في الزواج في حته الاختيار من الاول، ان مفيش فحوصات كامله لقدرات الطرفين، بمعنى احراج يعني. ايوه، ان العلاقه الحميميه او الحميمه احيانا بتكون سبب في نسبه عاليه من الطلاق، ان امراض معينه بتكتشف مثلا مشاكل في الانجاب برضو بعد الطلاق. ايوه. هل في فكره ان احنا نعمل قانون في مصر يلزم بالكلام ده؟ على فكره فحص قبل الزواج دخل اخذ يعني في تشريعات قانونيه، يعني الحركه النسائيه المصريه دخلت في موضوع الفحص الطبي قبل الزواج بقى حق للطرفين، وبالتالي بتقلل فرص الاكتشاف بعد 10 سنين ما انجبوش. ده الخجل الشديد ما خلاش الناس تكتشف الى اخره. دكتور هنكمل الموضوع الخطبه بعد الفاصل، ولكن هنشكر مدام عبير جدا جدا، وبجد انت بتعملي عمل انساني يعني عبير. طب معانا لسه مدام عبير مكمله؟ طيب انا احنا عايزين مدام عبير لسه عايزينك يعني في موضوع. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل وقعة الخطبه مع بعض، ونشوف فحوصات ما بعد الزواج او ما قبل الزواج. يعني ما بعد الزواج مفيش، بتبقى باظت خلاص. نطلع فاصل ونرجع تاني. دايما بحسن نية بننسى ان الجواز مش في العشرينات بس، او مش في بدايات الحياة بس، لا في احتياجات تانية لواحدة ارملة مثلا جوزها توفى وهي في سن 50 او حاجة و50 او 70 وعندها اولاد اتجوزوا وسابوها ومشيوا، او يعني شايفين حياتهم، او العكس راجل مراته توفت ومن حقه يمارس حياته. في لسه ناس بتقعد تقول يا عم انت كبرتي بقى انت لسه فيها جواز، ولكن طب علم الاجتماع بيقول ايه وواقع الخطبه بيقول ايه؟ خلينا نعرف من دكتور هدى. دكتوره هدى، المجتمع بيقصر ادوارنا على الادوار الاموميه، فيقول هي الام هو الدور الرئيسي في حياه المراه، ما ان تصبح اما حتى تبقى امراه اكتملت، وعليها انها تستمر في الدور،
ولذلك امهات كتير بيكافحوا عشان يستمروا امهات مع ان الابن استقل واتجوز، لكن تمارس امومتها بشكل اكتر من المطلوب. لما تكتشف ان الدور انتهى تنتحر، يعني حاجه صعبه قوي. فاللي بيحصل انه الدور وكمان المجتمع نفسه ما بيقبلش، يعني قاسي جدا هو بيتكلم، وخصوصا المجتمعات بقت فيها مسنين كتير لانه خلاص بقت فيه رعايه صحيه. فماذا لو ان احدهم وصل لسن 60 مثلا؟ وانا سالت في برنامج من توني خليفه بيقول لي ان شايفه الست اللي اتجوزت، وجايب نموذج يعني زوجين هما الاثنين، هي ارمله وهو ارمل وعندهم ولاد كبار واتجوزوا، قلت له يعني انت حطيتهم في الحله ما استووش؟ ايه بقى حكايه كبار في السن دي؟ يعني كانك تطويهم يعني. وطبعا كل الناس قعدت تضحك على فكره هما ما استووش، يعني هما بني ادمين عندهم احتياجات نفسيه. ليه وليه المجتمع ليه النهارده الابن لا انا امي ما يخشش عليها راجل غريب، لا انا ابويا كفايه عليه كده بقى ما يجيبش واحده مكان؟ هي دي مساحات سلطه اجتماعيه بيمارسها الابن وبيمارسها المجتمع على النساء وبالذات. استاذنكو محمود من دمياط، اهلا بيك يا استاذ محمود. مساء الخير يا فندم، مساء النور. ايه رايك في موضوع الخطبه ده؟ والله يا باشا مش حكايه خطبه، ده الموضوع اكبر من كده بكتير قوي. ايه الموضوع؟ ما فيه ان عدم تحمل المسؤوليه ما بين الراجل وما بين المراه، المراه من اول ما بيبتدوا حياتهم هي دي المشكله. الام ما بتعلمش بنتها ازاي تخش المطبخ، ازاي تخش مسؤوله عن بيتها في الايام اللي جايه. يعني انت قصدك يا استاذ محمود ان الناس مش جاهزه تتجوز لانها مش شايله مسؤوليات من وهي صغيره؟ معلش، ما لو اتحملت المسؤوليه وهي صغيره استاذ وائل اتحمل يا فندم، لو اتحملت المسؤوليه وهي صغيره هتعرف قيمه بيتها لما تتجوز. وصلت فكره يا استاذ محمد. معانا استاذ وحيد من الجيزه. استاذ وحيد مساء الفل. السلام عليكم، مساء الخير سعادتك، مساء الخير لضيوفك. مساء الجمال، اتفضل. انا سعادتك معاك الحاج وحيد، عضو في جمعيه اهليه وطبعا ليا في اختلاط في المجتمع. اتفضل يا فندم. سعادتك يا ريتك ان انت تسمعني ما تقاطعنيش، بس عشان نقول كل اللي عندنا وبعد كده تحلل اللي انا اقوله. بس بالوقت البرنامج ممكن بسرعه لو سمحت. على طول. سعادتك، هل موضوع الخطبه، هل تعرف انه عيوب العريس ايه او مشاكله او عنده دخل او مش عنده؟ طبعا احنا برضو في ظروف اقتصاديه تعبانه، وبرضه كتر خير الشاب انه بيتقدم للفتاه، وراجل مش لاقي شغل في الدوله، وراجل العبء عليه تقيل، فطبعا بيبقى بيتجوز يبقى عليه ملازم للبيت، مصاريف للبيت، كهرباء للمنزل، حوار، والدوله برضه يعني الغلو والاسعار، ويا ريت فخامه السيد رئيس الجمهوريه يحس بالشعب. والله يا حاج وحيد فكره حضرتك وصلت، ويا مدام عبير ردت على النقطه دي ان هي بتوفر مرحله القبول بس، وبعد كده خد اجراءاتك وتحرياتك زي ما انت عايز. دمعة كبيرة، معلش أنا عايز رد على فكرة كبار السن. نسبة كام في المية من اللي بيطلبوا منك زوجات وأزواج في سن اللي احنا قلناه؟ لا، في نسبة كبيرة، لأن أنا كنت بقول للدكتورة قبل الهوى إن الجواز ملوش سن، لأن المشاعر ما بتموتش جوه البني آدم حتى لو كبر في السن. ففي نسبة كبيرة من نساء فضليات جوزوا أولادهم وقاموا بالمهمة على أكمل وجه، وصلوهم لبيوتهم، وفي حاجة إن هم يقعدوا في 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 كنف، باللفظ المصري الاصيل يعني، في كنف راجل عايزه حد معاها يحميها وياخد باله منها، والراجل عايز وفي نفس الوقت برضه بيبقى عايز حد يرعاه ويخلي باله منه، وخصوصا في مرحله كبار السن دي مرحله بتبقى دقيقه، يعني مرحله حساسه في حياه الراجل، بيبقى محتاج فيها يعني بعد 10 سنين طويله لام الاولاد اللي توفت او طلقها او حاجه زي كده، ما يقدرش يعيش لوحده، ويبقى بنحكم عليه بالاعدام. في ناس بتقدر، وفي ناس بترفض اي شريك تاني، وفي ناس بتشوف ان ده عندها احتياج موجود فيبقى مرحبا. طول هدى كلمه اخيره، المجتمع بتاعنا عشان ينصلح شكل علاقاته وبالاخص علاقات الزواج محتاج ايه؟ طبعا ده سؤال صعب قوي على فكره، يعني انت بتخوفيني من كروته في الاخر. لا بتخوفيني. الحقيقه هي اننا اولا نعرف انها مشكله، يعني ما نهربش منها او نتحايل على حلها، لازم نقول هناك مشكله الاول، ما دام اعترفنا هنبقى بنحتشد للحل. ويبقى هنا المجتمع يقدر يلعب ادوار مهمه قوي بعيده عن فكره الدوله تحلها والاصعب، لا دي هي فكره احنا عايزين نستمر نبني بيوت، محتاجين نناقش امور كتيره بجراه، محتاجين نتخلص من التفكير التقليدي وننظر إلى طرق جديدة للتفكير. المجتمعات تتغير، فلماذا في مجتمعنا
يقف التغيير عند مناطق معينة، يعني نستخدم أحدث موديل مثلا في السيارة أو في الموبايل ولا نغير الفكرة، تظل الفكرة تابعة لماضي سحيق. في سؤال بيحيرني، هو ليه طابور المعاشات كله ستات؟ لأنهم أغلبه يعني لأنهم خلصوا على الرجال بس كده. دي الاجابه اللي انا كان نختم بقى بالاجابه دي عشان تخافوا مننا كلكم. نختم بقى عشان كده الرجاله لازم تحذر من الزواج، خلي بالكم من الجواز وسيبكم من موضوع الخطبه واللي حصل في الحلقه ده كانه ما حصلش، وخليك عازب كده وعيش حياتك وحياه حلوه. وبنشكركم شكرا جزيلا، فقره الحمد لله استمتعنا بيها، ونعتذر عن كم الهائل من المداخلات النهارده. ان شاء الله قبل بعد كده في حلقات وفقرات اجتماعيه جديده، وان شاء الله نشوفكم على خير الاسبوع القادم. شكرا دينا، شكرا مدام عبير، دكتوره هدى سعيدنا، وتشرفنا بوجود حضرتك. اشكركم شكرا جزيلا، ونلقاكم الثلاثاء القادم ان شاء الله.